الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي حديث متجدد يحلو تكراره ولا يمل المتكلم ولا السامع منه فهو حديث عن الأحبة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم الامنه ونقله الكتاب والسنه من جاهدوا في الله عز وجل وتحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم ذلك الفارس الميمون الذي يشق الذي يشق غبار فرسه عنان السماء الذي قيل فيه عزت النساء ان يلدن مثله وقيل فيه على مثله فلتبكي البواكي انه خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وارضاه احد اولئك الرجال القله الذين بنوا للمجد صروحا عاليه وتركوا اثارا عظيمه. كان ابوه رجلا عظيما في قريش من بني مخزوم اسمه الوليد بن المغيره من اكثر الناس مالا واعلاهم حسبا ونسبا وارجحهم رايا. وامه لبابه بنت الحارث وخالته ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها التي تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام فيما بعد واما قومه بنو مخزوم فهم الذين عرفوا بالمهاره في فنون القتال وكانت اسرته مسؤوله في الجاهليه عن عن القبه والاعنه اي عن نظام العسكر وقياده الخيل وفي هذه البيئه الحربيه العسكريه نشا خالد نشا بطلا منذ الطفوله يرضع امجاد اسرته ليصبح فارسا يقود الجيوش ويرضع مع امجاد الاسره حميه الجاهليه وعزه قريش وزهوها بمكانتها وتمسكها بما كانت تعتقد وقد كانت تلك الموروثات كانت سببا في عزته وسببا في تقدمه فان خالد كان صاحب عزه ومكانه لكن هذه العزه كانت سببا في تاخره عن اللحاق بركب الصحابه الابرار وحين سطع النور في مكه وارسل الله تعالى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا كان خالد بن الوليد في السابعة والعشرين من عمره وقد عاش أحداث الدعوة الأولى وما كان من صد وإيذاء للمسلمين فتابع قومه في ذلك لكن لم نسمع أنه تعرض لأحد من المسلمين بأذى ولعله كان يراقب ما يحدث من بعيد ثم هاجر المسلمون إلى المدينة وكانت معركه بدر الكبرى التي وصفها الله عز وجل في كتابه بيوم الفرقان لانها فرقت بين الحق والباطل وكان خالد يومئذ لا يزال في صفوف الباطل وشاء الله ان يقع احد اخوته في اسر المسلمين وهو الوليد ابن الوليد فذهب خالد مع اخيه هشام الى المدينه لافتدائه وقف خالد وهشام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع إليه تركة أبيهما من السلاح لافتداء أخيهما الوليد ابن الوليد وكان ذلك أول لقاء بين خالد وبين المجتمع المسلم الجديد الذي كان في المدينة خرج خالد مع أخويه من المدينة ولكن النور كان قد دخل الى قلبه فعز عليه فراق المسلمين. لقد عاش فتره في رحاب المدينه وراى الحق بام عينيه فاسلم ولم يلبث ان افلت منهما بعد مده وعاد الى المدينه لينضم الى صفوف الصحابه الكرام. ثم كان للوليد فيما بعد فضل في دفع اخيه خالد الى الاسلام. فعلى مثل ما افتداه خالد من الاسر افتدى الوليد خالدا من اسر اكبر افتداه من اسر الشرك افتداه من اسر الجاهليه افتداه من شقائها ولكن ذلك لم يكن الا بعد حين تتابعت المعارك والمواجهات بين خالد والمسلمين وبرز اسم خالد قائدا من قواد المشركين منذ خرج في غزوة أحد يقود ميمنة جيش قريش فنشب القتال ولم يمض وقت إلا يسير حتى أحرز المسلمون نصرا مبينا فلما خالف الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا أماكنهم من الجبل لاحظ خالد انكشاف ظهر المسلمين فاغتنم الفرصة واستدار بخيالته من وراء الجبل وانقضوا على المسلمين يُعملون فيهم قتلاً وجرحاً، وبقيت تلك الحادثة آلم الحادثات والمواقف في حياة خالد، ومرَّت الأعوام، ومرَّت الأعوام والمسلمون في سعي حثيث في المدينة ليوطِّدوا دعائم الدولة الناشئة، ينعمون بصحبة خاتم المرسلين، على حين بقي خالد في مكة يفوته خير كثير وفي العام السادس من الهجره خرج النبي عليه الصلاه والسلام ومعه المسلمون لاداء العمره فلما وصلوا الى عسفان جاءهم الخبر ان قريشا قد خرجت بمقاتليها لمجابهتهم ومنعهم من دخول مكه وعلى مقربه من معسكر المسلمين كان خالد بن الوليد يقول خيالته المشركين الذين عزموا على الاغاره على المسلمين فور انشغالهم بصلاه العصر قال المشركون فيما بينهم ان لهؤلاء صلاه هي احب اليهم من ابائهم وابنائهم وهي صلاه العصر فاجمعوا امركم فميلوا عليهم ميله واحده لكن الله عز وجل اعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه المشركون ونزلت الايات الكريمات التي تشرع صلاه الخوف فقسم النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه طائفتين طائفه تسجد معه عليه الصلاه والسلام وطائفه تحرس ثم تسجد, ثم تسجد الثانيه وتحرس الاولى دهش المشركون من صنيع النبي عليه الصلاه والسلام وفاتتهم فرصه الاغاره و و وكونهم يخترق المسلمون في تلك الصلاه لكن الله يحفظ نبيه وجنده سبحانه وتعالى فكر خالد ابن الوليد طويلا بما حدث وأحس منذ ذلك اليوم أن رسول الله مؤيد من قبل ربه وقد تحدث عن ذلك فيما بعد فقال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فقمت بإزائه وتعرضت له فصلى باصحابه الظهر امامنا فهممنا ان نغير عليهم ثم لم يعزم لنا وكانت فيه خيره فاطلع على ما في انفسنا من الهم فصلى باصحابه صلاه العصر صلاه الخوف فوقع ذلك منا موقعا وقلت الرجل ممنوع ايها الكرام في هذه الصفحه المباركه عبر ودروس نستفيدها ونستنبطها من حياه خالد بن الوليد ان من اسباب تاخر اسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كان عليه من عزه ورفعه في قومه مما جعله يفكر كثيرا في اللحاق بصفوف المسلمين وهذه الصوره متجدده مع بني البشر فانه قد يعرض لمن يدعو الى الله ان كثيرا من اهل الجاه والثراء لا يقبلون على دعوته فعليه ان يعاملهم معامله تناسب احوالهم وينوع لهم في اسلوب الدعوه بما يناسب عقولهم ونجد شبابنا اليوم يحتاجون الى مثل هذا وهذا مما يضاعف الجهد على الدعاه الى الاسلام فجيل اليوم يحتاج الى برامج تقنيه مصاغه بما يناسب عقولهم من الثقافه الاسلاميه لانهم لا يقبلون على الكتاب كما يقبلون على الالواح الالكترونيه ويمكن ان نقول ان المؤثرات البصريه والسمعيه فيها اكثر فهذا فقد قسم علماء التربيه الناس الى بصري وسمعي وغير ذلك من التقسيمات التي لا مجال لبسطها الان فلذلك ينجذب بعض الناس الى الاساليب الدعويه الحديثه ومن العبر العظيمة ان الله عز وجل شرع لنا معشر الامه المحمديه صلاة الخوف مما يدل على مكانة الصلاة من الدين، وانها عمود الدين وعماده، وبهذا نعلم ان نجاه العبد في قبره بصلاته بعد فضل الله سبحانه وتعالى فقد جاء في الحديث انها اول ما يُسأل عنه العبد في قبره في عن صلاته بعد سؤال الملكين، فإن صلحت الصلاة صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. أيضا من العبر التي نستفيدها من هذه الصفحة المباركة من حياة خالد بن الوليد أن الله عز وجل أيد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات تدل على صدق نبوته، فمنع عنه سبحانه وتعالى أذى المشركين. وصدهم عنه صلى الله عليه وسلم وحفظ نبيه صلوات الله وسلامه عليه وحفظ الصحابه الكرام كل ذلك نستفيده من هذه الصفحه. اترككم في رعايه الله وحفظه لنلتقي مره اخرى مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.